بكل صراحه اليوم تفرجنا في الخطاب ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي هو في عيد المسيره الخضراء. المسيره الخضراء اليوم عندنا واحد العيد كبير ووطني، كاع حنا بغينا اليوم الشباب يحتفل بهذا العيد هذا. هذا العيد هذا كثير من الناس اليوم كيبكيو على هذا العيد هذا اللي هو عيد وطني، اللي هو الشعار ديالنا الله الوطن الملك. الملك الله ينصر، الملك الله ينصرو، ومؤيدينو على ذلك كاع وعاجبنا وراضينا، ونحن مقاربه ولا تم ولا مقاربه، شاء أبا حنا لا مقاربه لا تم ولا مقاربه، والصحراء مغربيه لا تم مغربيه. عيد المسيرة زين وحتافلين بيه ومؤيدينه وفخر عندنا، وكل عام يعيدونه وفتخروا بيه وزين عندنا حامدين مولانا الشاكرين والله ينصر سيدنا. الخطاب المسيرة الخضراء خطاب سامي، والشعب المغربي يحتفل بهذه المناسبة، مناسبة عيد المسيرة الخضراء المظفرة. وصلتنا للخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الخطاب للشعب المغربي في هذه المناسبة. نحيي الشعب المغربي كامل بأسره في مدينة الداخلة المملكة المغربية الصحراء المغرب. كنديروا بهذا الخطاب ديال جلالة الملك بأنه جاء في وقته هو هذاك، بأنه كيدعي لنا للسلم. خطاب عجبنا وعجب الناس ديال الأقاليم الجنوبية، والسلام عليكم. الله اليوم والله إلا شفنا الخطاب مزيان، الله جلالة الملك خطاب الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب ديالو الموجه للشعب ديالو المغربي، انه راه جاري بصريح العباره ان الصحراء في المغرب ديالها والمغرب في الصحراء ديالو، وان لا لا لا, لا يعني كما كنقولوا الاعداء اعداء الوطن، انهم ما بقات يعني ما بقاتش زعما حتى شي مفاوضات ولا شي مسائل، انه خطاب انهم يناقشوا معنا، لان نحن الحمد لله جميع المنتوجات الوطنيه انك تبقى وحيد.